عز عرض لنا اختياراته ومقترحاته في نص الملعب وفقا لامور منطقيه، يعني اللي بيتفرج علينا دلوقتي واحنا احساسنا واحنا بكده انه ده التوقع او بمعنى صح ده المنطقي. طيب التخيل يبقى عامل ازاي؟ ما هو في منطقيه في الطرح اللي قاله عز انه الراجل ده يبقى لعيب كوره كويس، يبقى هو شايف من وجهه نظره انه السوليه صح كده، سوليه، وهنا زيزو، وهنا النني. النني زيزو قال كده. تخيلاتك انت، لان انا عارف ان انت دايما عندك تخيلات احيانا تخرج على الاطار اللي بيفكر فيه المدير الفني، وانت ما عندكش مشكله ان انت تخرج على الاطار لان عندك الايماجينيشن بتاعك. تحلم بمين هنا في الحته ديت وليه؟ طيب ابدا لك منين؟ ابدا لك زي ما اتفقنا، ابتدي مطرح ما انت ما كنت عايز، حط طيب السؤال ده في بالك وابتدي زي ما انت ما عايز ومخطط لنفسك. يلا اي حاجه غير اللي هتحصل دي صدقني ربنا يستر من عواقبها. اي حاجه ايه هتحصل غير ان انت تلعب بخمسه ورا؟ ربنا يستر من عواقبها. ليه بنزلك لارض الواقع. اي حاجه تحصل غير ان احنا نلعب بخمسه مدافعين، مش هتقدر تجاريهم في السرعات، مش هتقدر تجاريهم في الالتحامات البدنيه، مش هتقدر تجاريهم في المهارات. انا قلت لك التخيل والايماجينيشن، مش لدرجه ان انت تخيل، مش بخوفك، مش لدرجه ان احنا بننزل قدام امر واقع. هل الراجل بيغير للطريقه دي؟ يعني مين الراجل؟ لا هو مش هيغير. انا بقول انت مش سالتني على تخيلي انا، بس انا بقول لك تخيلي انا. هو الكوره بالنسبه له قران غير قابلة للتعديل. هيلعب ب 4-3 هي مش هيغيرها. وقفت عند 4-3. طيب اولا انت لازم يا هيما قبل ما تشوف انت عاوز تلعب ازاي لازم تحط نقاط القوه بتاعتك قدام عينك، يلا، ونقاط الضعف بتاعتك قدام عينك، ونقاط القوه بتاعه المنافس، ونقاط الضعف بتاعه الايه المنافس، ماشي. وتشوف ايه الطريقه اللي انت لازم، المثلى اللي انت لازم تتبعها في المباراه، وطبعا بتربطها على الشغل اللي انت هتشتغل في المباراه. طيب انا ايه اكبر حاجتين عندي في النواحي الهجوميه؟ عندي راجل واحد من احسن لعيبه الكره اللي في العالم، ماشي، سرعه رجله على الفريم ما شاء الله، وعندي راجل بيلعب براسه كويس، ماشي. طيب الراجل اللي عنده سرعه ده محتاج ممول يعمل له باصات في ظهر المدافعين عشان فارق السرعات يبان، ماشي، مظبوط، ماشي. طيب والراجل التاني اللي بيلعب براسه كويس جدا ده محتاج 2 فول باكس بيزيدوا عشان يعملوا الكرات العرضيه، مظبوط. طيب اللي هم مين؟ عمر كمال عبد الواحد اللي هو اصلا في الاساس وينجر مش باك رايت، لكن الظروف حكمت عليه باصابه اكرم انه يرجع يلعب باك رايت، ولعبها الحمد لله وتجرب واقنع، برافو عليك. والراجل فتوح، مظبوط. طيب ماليش دعوه دلوقتي بقصه خالص هو مصاب ولا لا، مش قضيه، غالبا هيبقى ايمن يعني غالبا، بس ماشي، ما علينا، مش قضيه. اكس اكس مثلاً. اكس بس هو بيلعب ناحيه الشمال باك ليفت، ماشي. طيب يبقى اذا صلاح ومصطفى محمد. طيب صلاح زي ما قلنا محتاج راجل باسير وبيتحرك كويس ويعمل تمريرات كويسه، والراجل مصطفى محمد محتاج الراجل اللي يعمل له كرات عرضيه. طيب انا علشان اوجد الحاجتين دول لازم اقوم عامل كده بالظبط. هات بقى بعد اذنك الاخضر، عايز التيم ده ولا مش عايز؟ كوت ديفوار هي الاقرب للبرتقالي فخليه الاصفر، ماشي. خد اوشيتك، ماشي ماشي. ده شكلنا المفروض في انا هخلي الجول بتاعنا احنا. ايوه لسه بتاعنا احنا، ماشي. انت هتخليني من كوت ديفوار انت؟ ايوه كده. 3 انت لخبطت ايه يا زيزو؟ انت خدت مصطفى محمد يا زيزو، انت مش عاوز تلعبه. ادي الخمسه 3-2. طيب لا عشان يبقى مميز ما يبقاش جول كيبر، مش ده الجول كيبر ولا ماشي، بس عشان يبقى لونه مميز مختلف. اوكي انت عايز تميز. ما دي الاضافه اللي انا بعملها للحلقات. بص يا سيدي، حجازي، محمد عبد المنعم، ماشي، عشان يامن ظهر عمر كمال عبد الواحد. الونش مش جاهز، ايمن اشرف عشان يامن ظهر فتوح. محمد النني وممنوع منعا باتا الزياده، يبقى انت عندك 3 والطريقه بتتحول الى 4 وانت في امتلاك الكوره 3-1-4-2. ادي الثلاثه، الواحد مصطفى محمد صلاح، عمر كمال عبد الواحد، فتوح او ايمن زي ما هو بيقول، وبيتحول عبد الله السعيد وعمر السليه، بتتحول الى 3-1-4-2. طيب في حاله الهجمه انت عندك بتشتغل على ايه؟ لازم تشوف عيوب الناس اللي هناك. ايه هي عيوبهم؟ عندهم مشاكل نواحي دفاعيه في ظهرهم على طول مكشوف، لانه على طول بيلعبوا دفاع متقدم على طول. كوت ديفوار انا بكلمك على منتخب هي ميزه، بس انا بشوف ان هي عيب اكبر من عيب. لو دخلوا على الدفاع او دخلوا على 8 بلايرز، هو فايل اسمه 8 لعيبه، خلاص 8 لعيبه يا جماعه الفايل كده، منتخب جبروت جبروت بيقابل اي فرقه
بثمن لعيبه في الحاله الهجوم، ثمن لعيبه في الحاله الهجوميه. بتتكلم على سنتر باكين بس، حط سنتر باكين عندك يا زيزو هناك. حضرتك تؤمر. ايريك بايلي، بص كده عد كام واحد. بالمناسبه دي مباراه غينيا الاستوائيه، اول مباراه يوم في المجموعه، وهم اللي كانوا لابسين ابيض. عد كده كام لعيب ابيض في الحاله الهجوميه. كام لعيب؟ ثلاثه قدام اهم، الراجل الباك رايت معاه الكوره، واثنين هناك، وعندهم وعندهم ميزه ان الكره عند الوينجر يا هيما اللي في الطرف اليمين، الوينجر اللي في الطرف الشمال بيضم في ظهر هلا. وفي الحاله دي هم مفصولين خالص ما بين الهجوم وبين نص الملعب. لحظه بس، عد كام ابيض؟ انا بسالك سؤال. 8 والله. يبقى اذا في كام ورا؟ يبقى اذا في كام ورا؟ يعني متبقي اوت اوف كادر كام؟ سنتر باكين ماشي، اللي هم دالي السنتر باك اللي بيميل ناحيه الشمال، وايريك بايلي السنتر باك اللي بيميل ناحيه اليمين. ماشي. طيب لما بتيجي الكروس اتعمل على طول مكمل الوينجر اللي في الطرف الشمال، ايا كان مين، زها بقى، كورنال، ايا كان مين اللي بيلعب في ظهر هلا، هتلاقيه على طول. يبقى انت بتتكلم على منتخب جبروت بيشترك. ده دي في غينيا الاستوائيه. ماشي. كمل اللي بعديها، دي كام لعيب كده عد في الكادر؟ 8. دي غينيا الاستوائيه. طب يا عم لا 8 ماشي. عد لا 8 8 في واحد، ما في واحد مستخبي ورا الاعلان اللي فيه ابيض. خلاص دول 8 في الحاله الايه الهجوميه. أوكي. دي غينيا الاستوائيه. طيب هتقولي غينيا الاستوائيه واول مباراه في المجموعه وغينيا الاستوائيه مش بالاسم. ماشي. الكبير، فهم مبالغين قوي في الايه في الهجوم. هنكمل طبعا ده كونان اللي لازم اقف عنده، وده واحد من الاسباب اللي مخليني لازم العب باثنين في الطرف اليمين. كونان الباك ليفت، كونان الباك ليفت ده باك ليفت مرعب. خلاص لو بقى ماشي كمل. بص الراجل كويس يعني، بسرعته داخل، الراجل واقف قدام الحكم بيطلب الكوره، لكن عنده مهاره. قام ملبس الراجل كوبري داخل كمان، ملبس الثاني كوبري، كمل، اتلعبت بالعرض، الجول كيبر مسكها. ده كونان ماشي، نعمل حساب كمل. طبعا ده لازم يتعمل حساب. الراجل رقم 15. هتقول لي صلاح هيلعب عليه برضو، عنده جبروت. طب ما رياض محرز لعب عليه الماتش اللي فات، اوري لك عمل ايه في مباراه الجزائر. هتيجي بس في الحالات الهجوميه. لكن اذا هم بيلعبوا بثمان لعيبه، تعالى كده ايه دي في الايه هيما، ده قدام مين؟ ده قدام الجزائر. ماتش هم كان لحظه بس قوي جدا. لحظه بس، لحظه واحده بس. لا هو دي مش مباراه الجزائر بس، هي دي مباراه الجزائر حضرتك. كسبان 2-0 مع بدايه الشوت الثاني. اقف بقى يا حبيبي، انت كسبان 2-0. لا 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 مش هقف. حارسين جدا كانوا. لا 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 مش هقف. خلي بالك دي نقطه كمان من النقط اللي بيشتغل عليها كونان، دي جمله متحفظينها عكس كل العرف اللي في الكوره. يا ريت نرجع هنا يا شباب لحظه وبعدين نقف على الصوره دي هنشرحها. يلا عملي يلا. بص يا هيما، جرى العرف طبعا ان دايما الباك ليفت لما بيزيد زي ما زيزو شرح مع ايمن ومرموش، جرى العرف ان الوينجر بيدخل لجوه عشان يخلق مساحه للباك ليفت يزيد اللي هو كونان. ماشي. صح. ده كورنيل او زها. خلاص ماشي. الراجل ده لما ما بيدخلش لجوه، ده الراجل ده بيعمل حاجه عكس الكوره تماما. الراجل ده بيطلع على برافو عليك يا زيزو، بيرجع لاخر نقطه خالص. طلع الباك رايت ده كده يا زيزو. لا معاه، هتلاقي ان الباك ليفت ما بيتحركش، ما بيعملش اوفرلاب من وراه ولا بيجري على الخط، ده بيجري جاري لجوه في المسافه اللي هي ما بين السنتر باك اليمين والباك رايت اللي هو كان على طول في مباراه الجزائر عيسى مندي وكان يوسف عطال. تعالى كده نروح نشوف الصوره متحفظينها. بص ده خلي بالك، الراجل اللي واقف قدام المدير الفني بتاعهم باتريس ده اللي رجله الشمال على خط النص، ده كونان الباك ليفت. ماشي. اللي هيبدا يرجع بظهره ده جرانال الراجل الوينجر. انت وعنده ميزه، انتوا مفصصين كود ديفوار. اصل اللعبه دي بتتكرر على طول، ده بتتكرر على طول. يلا نمشي. بص الراجل وصل فين يا هيما؟ رجله الشمال بقت على خط الاوت، شد مين؟ شد عيسى مندي. طيب بص كده المسافه ما بين السنتر باك بتاع الجزائر اليمين عيسى مندي وشد يوسف عطال، يوسف عطال الباك رايت اللي هنا بقى لازق في جرانيل. خلاص بص كده هتتحط في المسافه فين. الراجل راح فات، لولا بس ان هو عنده سنه انانيه لما بيوصل دايما بيلعب على الجول بيشوط بمنتهى القوه، فطبعا رايس امبولحي مسكها على مرتين من كتر ما هي قويه. طب الموضوع ده بيتكرر على طول، بيتكرر. الراجل الوينجر يقوم ساحب، بص الراجل الوينجر هيطلع فين، نفس الموضوع بيطلع لبره. جرى العرف ان هنا تقول يا ابني ما توقفش قدامه، ده انت كده بتعطل انطلاقته. لا هو هو بيجري بس بطريقه تانية. الراجل ده بقى خلي بالك ده قدام العمق، ده قدام سيراليون. عشان ما تقولش ان الابيض ده الجزائر. يعني اذا برضو فتح المسافه ما بين الباك رايت قدام الراجل، شايف الراجل اللي لابس اسود على التراك. واضحة واضحة. ده جرانيل. ده كان زها، زها هو اللي لعب في مباراه سيراليون. زها شد الباك رايت، كونان وصل لغايه كانه مهاجم، هلا حط في الطرف اليمين، اتريحت لبيبي، بيبي ببطن رجله الشمال
في الزاوية البعيدة، كل ده نتيجة تحركات كونان اللي فتت الخط الخلفي بتاع الأربعة. عاوز تلعب بأربعة وتستحمل عواقب الطريقة دي؟ لا. يبقى إذن كونان ده لما يجي يزيد لازم أول خط دفاعي، لو إحنا بندفع بقى كده، يبقى عمر كمال عبد الواحد وبيأمنه محمد عبد المنعم. لازم، علشان لو اشتغلوا على النقطة دي أنا قافل، حتى لو جرانيل أو زها اللي لعب وشد عمر كمال عبد الواحد، المسافة بين محمد عبد المنعم وحجازي متأمنة. حجازي هياخد هلا، يبقى الراجل ده في انتظار اللي هيجي من تحت في العمر. نفس الموضوع بيشتغلوا عليه أيمن أشرف أو الونش، بيأمن ظهر فتوح. للأسف أنا اشتريت بجد؟ للأسف. أول مرة تشتري مني؟